بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم عندي لكم جهاز جميل جدا من قصر الأواني، جهاز هوم إليك، مع صرتك في بيتك. سويت تجربة أولى على زيت السمسم ونجح معي، وسويت تجربة كذلك ثانية على الفول السوداني ونجح معي نجاح جميل جدا. واليوم أبغى أسويها التجربة معكم، اللي هو تجربة الفول السوداني في المعصرة الجميلة. جهازنا هذا معصرتك في بيتك، ويجي معها ثلاث قطع: قطعة للتنظيف، وقطعة نفك بها العمود عشان إذا بغينا ننظفه، والدسوس هذه أو البيز هذا لأن الجهاز يكون حار الواحد اللي بيستخدمه. نبي نشوف وصفتنا، ونبي نشوف طريقة العصر والمعصرة، المعصرة المصغرة في بيتك، ونقول بسم الله نبدأ. جهازنا مميزاته مرة جميلة، أي نوعية زيت في بالك تبي تعصرها تقدر. اللي ما نعصره فقط فيه اللي هو زيت الزيتون، لأن تكنيك عصر زيت الزيتون مختلف تماما عن عصر الحبوب اللي مثل الفول السوداني والسمسم وحبوب الكتان، وكذلك اللي هو الكانولا. جميع أنواع الحبوب اللي يطلع منها زيوت تقدر تعصرها، وكذلك موجودة خياراتها هنا. وغير الخيارات هذه كذلك تقدر تعصر أي نوع حبوب فيها زيوت جميلة ومفيدة جدا. نبي نشوف إن شاء الله طريقتها. طريقة الجهاز سهلة جدا، بنحط الحبوب من هنا. طبعا بعد ما ندقها حبوب الفول السوداني بندقها شوي، نصغرها، نصبها من هنا، نحط لنا قطعة تحفظ لنا بس اللي يطلع. والفتحة هذه نبي نشوف إن شاء الله الزيت وهو يستخلص لنا جميل جدا. هذا زيت السمسم اللي أنا اشتغلته الباب. يبقى ناخذنا شوي الفول السوداني، وبهالطريقة ندق ونكسر. بهالشكل نبدأ الآن نحطها إن شاء الله في معصرتنا ونشوف الشغل. نبي نفك الغطاء، خلنا نقرب شوي. هذه الفتحة وهذه القطعة السوداء هي اللي تدور، تخلي الموجود من كمية الحبوب الموجودة تنزل على المعصرة. وبسم الله. جهاز إذا كان الغطاء مفكوك ما يشتغل، لازم يكون الغطاء متسكر. عندنا خيار اللي هو الفول السوداني، نعطيه الضغط على الزر هذا، الزر هذا بيعطينا عملية التسخين تقريبا مدة نصف دقيقة إلى دقيقة بالكثير، ثم مباشرة بيبدأ يعصر. بس خليني أجيب قطعة قبل لا ينتثر علينا الشغل من هنا. هذا جهازنا اشتغل الآن، خليني أوريكم شيء. القطعة هذه لو فكيناها نشوف العمود من هنا يبترم على ما قال، وبدت حبوب الفول السوداني تطلع ناشفة جدا 100%. نركب هنا هذا الطريق. جبت معي هالإضاءة، شغلها، حطها من هنا عشان أروح أنا وياكم نشوف الزيت اللي بدأ ينزل. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صلي على محمد. اي والله صلي على محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن، من هنا ينزل الزيت، ومن هنا تنزل الحبوب، ومن هنا تطلع. شوف خلي أوريكم شيء، شيء حار ما شاء الله، ناشف تماما ما فيها ولا شيء. مرة طبيعي انه يجينا سؤال يقول طيب لو بغيت ازود نسبة الحب خلص اللي موجود شو اسوي؟ نطفيه من هنا، نسوي لها ايقاف مؤقت، نفك الغطاء الفول السوداني، نزود كميتنا، نعود نسكر طريقة، ثم نخليها تكمل شغلها ثاني مرة. ما
شاء الله تبارك الرحمن. نقطة مهمة نسيت أشرحها لكم، نسوي إيقاف مؤقت. كيف نستخرج الزيت؟ عندنا نفر الجهاز من هذه الجهة، عندنا هنا هذا الرف الموجود، أتمنى أنه واضح، نطلعه. فيه عندنا هنا قطعة شاخول، هذه تنزل في القطعة الثانية، القطعة الثانية تحول بالزيت على هذه، هذه سعتها 300 ملي اللي تجمع لنا الزيت، ثم عاد نصفيه التصفية النهائية. بوريكم طريقتي أنا في تصفية الزيت، التصفية النهائية إن شاء الله. أنا أصفيه بقماش، بوريكم إياه بإذن الله. خلوني على ما قال، أطلع أنا وياكم. شوف إن شاء الله تبارك. هذه آخر الكمية الموجودة ما شاء الله. خلنا نشوف الزيت إن شاء الله. نصلي على محمد. جهازنا تقريبا استخرج كامل الزيت الموجود، وكذلك كامل الحبوب اللي فيه بآخر الفيديوهات اللي أنا صورتها، والآن هو يدور بحيث أنه تفضل ماسورة الداخلية. بس ننتظر عليه. جهازنا وقف تماما، نبي نفره بس نطلب الزيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد. وهو من الطبيعي جدا انه يبقى في الشاخول شوي بواقي، نقدر نحركها بهالشكل. تنزل باقي كمية الزيت على العلبة الصغيرة الداخلية اللي هي هذه، وهي بدورها تنزل الزيت على الوعاء اللي الآن مليان 300 ملي زيت اللي استخرجناها تقريبا من اللهم صل على محمد من الفول السوداني. طبعا انتهيت من التصفية المبدئية للزيت، وبالطريقة هذه إن شاء الله بنصلح فيه التصفية النهائية. نشوفها الآن خطوة خطوة بإذن الله. التصفية النهائية تقريبا، وهي طبعا تحتاج وقت، تصفية بالقماش عشان يطلع الزيت معنا صافي مثل التصفية هذه، طبعا تأخذ وقت شوي لكن يعني جميلة مرة. هذا بالنسبة اللي أنا أعرف، أتوقع في كثير من الناس عندهم طرق لتصفية الزيت أفضل من طريقة هذه، لكن هذا اللي أنا أعرفها وهذا اللي أنا أشوف أنها مناسبة. تبي نصفي إن شاء الله ونشوف النتيجة النهائية بإذن الله. بسم الله. الزيت نبي نشوف، يا ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد. شوف الزيت ده ينزل مع القماش ويتصفى بهالطريقة. ما يمنع من مساعدة شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الصفة هاي نحرك عشان تكون عمليتنا أسرع. بعض الناس يلمه حط عليه ثقل ويصفي بعد أسرع، لكن بعد أنا أشوف أن الطريقة هذه جيدة بس بتاخذ وقت. كل ما نقصد كمية الزيت نزود. عودنا على زيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا لو تتركه في علبته، رأسا يتو واحد المتابعين الله يجزاه خير، يقول لو تركته في علبته مدة يوم يومين خلاص تنزل الترسبات تحت ويطلع الزيت الحالة. وهو صادق، نعم كلامه صحيح 100%. الله يوفقنا وياكم. الله تبارك الرحمن. هذا زيتنا، لو خلينا وقت أطول صفاء أكثر، لكن نبي نسوي الشكل النهائي. نعبي علبتنا هذه، نبي ناخذ هالمحيقين مش ملحة إن شاء الله. بسم الله. هذا هو الشكل النهائي لزيتي اليوم، الله يجعله بألف صحة وعافية يا ما شاء الله تبارك الله. وهذا زيت الفول السوداني صلحناه.
معصرة هوم إليك المنزلية. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا ينكب الفول السوداني هذا، هذا ما له دخل. خلاص أنا مشيك النهائي، بس خلي ظهر لكم ذا صورته وياكم. شوفوا زيت السمسم شلون صافي، لأنه أخذ وقته في التصفية. الزيت هذا اللي هو زيت الفول السوداني بياخذ وقته، هاي يتسكر شكل فيه غازات او شيء. اضبط امورك يرحم والديك. اي المهم ان هذا هو.